يعني استغربنا جدا الساعة 4 الصبح عامل ايه؟ لكن كنت مطمئن ان الامور ان شاء الله بفضل الله هتنتهي بسلام وبخير. وطبعا الحقيقة ان شئنا ان احنا نسميها ازمة، يعني اللي حصلت ديت اكدت حاجة يمكن نكون احنا ما كناش نتمنى ان يحصل حاجة زي كده، ولكن المقادير بتعمل او الاقدار بتعمل اعمالها يعني او افعالها. فاحنا لكن هي شاورت او اكدت نبهت على الدور الكبير والأهمية الكبيرة جدا لواقع بقاله 160 سنة تقريبا، يعني احنا 1869 النهاردة، يعني ممكن نقول 150-160 سنة قناة السويس دي ترسخت في وجدان صناعة التجارة العالمية كده. فهي بس حبلت في ظل الكلام اللي بيتقال كتير عن يعني عن بدايل وكلام من هذا القبيل، لا لا، ده مرفق عالمي للتجارة الدولية، وبقول ترسخ في أفكار ووجدان الصناعة ديت في العالم كله. 12-13% من حجم التجارة بيتنقل عندكم. فأنا بس عايز أقول إن يمكن رب ضارة النافعة في إن هو قال للناس خلي بالكم، لا قناة السويس إن شاء الله قادرة وباقية ومنافسة جدا جدا، وإحنا مش مبطلين. ولو جت فرصة إن إحنا نتكلم هنقول لا، إحنا مصر بتعمل جهد في أمور أخرى جبارة جدا. إحنا بنربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر، قول يا دكتور مصطفى. لا 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 لا، إحنا مش بنقول هنعمل، إحنا هنفتتح خلاص إن شاء الله يعني. اتفضلوا استريحوا. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، صدق الله العظيم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قائد أعلى القوات المسلحة، معالي دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، سيادة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالأصل عن نفسي وبالنيابة عن جموع العاملين بهيئة قناة السويس، نشعر بمزيد من الفخر ونحن نستقبل سيادتكم على ضفاف قناة السويس شريان الخير الذي يساهم بقوة في تدفق حركة التجارة العالمية والمواد الخام وانتظام سلاسل الإمداد في مختلف ربوع العالم.